كفايه الصور اللي عامله كده دي. مساء الخير، النهارده انا متقمص شخصيه سانتا، بس عشان الظروف الانتاجيه وقله الفلوس والظروف الصعبه اللي بنمر بيها ده، فانا ما عنديش القدره ان انا اجيب شوال فيه هدايا، بس انا معايا كيس فيه بعبيص. اول بعبيص من البعبيص دي، لو انت شخصيه وسخه والناس مش طايقاك، ما كانش لازم تستنى لغايه بدايه السنه الجديده عشان تتغير. يعني لو انت الناس مش طايقه ما يكفي امك من مايو، لسه نيت 7 شهور عشان تتغير، كان معاك 7 شهور بالظبط ممكن تبقى شخصيه احسن. لسه نيت للسنه الجديده، بدل ما الناس تبقى مش طايقاك وكلح، ما كان قدامك يابا فرصه، وما اظنش انت هتتغير. يعني لو انت بتدخن، هو التدخين حاجه وحشه، بس لو هتبطل سجاير بطلها. يعني ما تجيش كل شويه معاك حاجه جديده بتطلع دخان وبتقول ان انت كده بتبطل سجاير بيها. مره معاك بقى فيب تشده، مره معاك بتاع صغيره كده وفيها 500 نفس، مره معاك مقله بتطلع منها دخان. والاوسخ بقى اللي هو الاختراع اللي انا شايف ان هو الشيطان اللي اخترعه، الايكوس. لو انت صاحبي انا ممكن استحمل ان انت تموت بسبب السجاير، ممكن استحمل ان انا اموت بسبب التدخين السلبي، بس انا ما استحملش ان انا معايا واحد بيفسي من بقه. ايه المغري في ان انت ماشي معاك فاسيه بفيشه ماشي بيها وقرفنا؟ لا، لو كده اشرب سجاير. كفايه اشتراكات جيم ما بتروحهاش، كفايه اشتراكات جيم من 1 يناير تنتهي والناس تقعد تكلمك تتحايل عليك تبوس طقك ان انت تروح، ما بتروحش. لو انت عايز تروح الجيم، ايه المغري في يناير؟ يعني ايه لازم من اول السنه اروح الجيم؟ ما بتنزلش. شعبان ابراهيم الله يرحمه نفسه ما نزلش الجيم من اول يناير وما شالش حديد ولا حاجه. لو هي سابتك، ارجوك ما تستناهاش تكلمك ليله راس السنه تقول لك انا عايز ابدا السنه الجديده معاك. يعني هتكلمك تقول لك يا حسام معلش انا عايز ابدا السنه الجديده معاك، انا اسف، انا حاسس ان انا غلطان. لو قلبتك هتفضل قلبك الشتاء واللون الاحمر اللي في كل حته ده مش هيحرك جواها حاجه. ارجوك، واهم حاجه، لو انت ما بتشربش في العادي ما تشربش في ليله راس السنه، ولو انت بتشرب في العادي ما تافورش في ليله راس السنه. تبقى الشارع كلها ترجيع وبقى شكلكم زومبيز وبترجعوا في كل حته كانكم شويه جراوي عندهم بارفو. وما تحطش نفسك تحت ضغط اللي هو انت لازم تبارتي ولازم تروح حفله ولازم تعمل اي حاجه. اعمل العادي بتاعك، اعمل اللي هيبسطك. مفيش رول بتقول ان انت لازم تحتفل في راس السنه ولازم تروح تعمل حاجه في راس السنه. لو ده مش لونك بلاش تعمله. ولو معاك عربيه صوتها عالي، ارجوك اركنها يوم راس السنه. العربيات اللي بتعمل عين وعين عين، العربيات دي بجد بتبقى مزعجه قوي. وان هو مش عارف ليه ليله راس السنه بيشتغلوا قوي، بتلاقي كذا عربيه عامله كده واصوات عاليه فشخ في كل حته. لو انت ما بتحتفلش براس السنه حقك، بس ما تضغطش على الناس اللي بتحتفل. سيب الناس تحتفل براس السنه وخليك انت. لو ما بتحتفلش براس السنه لاسباب دينيه كويس، لو ما بتحتفلش براس السنه عشان انت مميز كويس، جايزه التميز هتستلمها ان شاء الله. بس الناس عايزه تفرح، خلاص خليهم يفرحوا ايا كان السبب يفرحوا. عشان لو عيد العمال بقى، موسم الحصاد، ليله راس السنه، ايا كان السبب الناس عايزه تحتفل، سيبهم يحتفلوا. اهم حاجه ابعد عن المخدرات يا غبي، ابعد عن الهارد دراجز. حاجه بتتحذر منها من ايام ناديه الجندي ومحمد رياض مرا بمسلسل تحت السيطره واحمد مكي، عشان برضه الناس بتبتدي في اول السنه مش عارف، الناس بتتهطل على بدايه السنه الجديده اللي هو جرب مخدرات. وارجوك لو نزلت ستوري الحفله، مش لازم تنزل لنا 40 ستوري ورا بعض بنفس الشكل بنفس الفريم، احنا مش عايزين نبقى ابديتد قوي كده. انت مش اليوم السابع، وبلاش تجيب الكاميرا على وشك وانت جازز ومقرب الكاميرا من وشك وعرقان وبتتنطط برضو. انا يعني ما عارف ان انت مبسوط، بس احنا مش مضطرين ان احنا نمر بكل اللي بيحصل جوه بقك ومراخيلك. ارجوك لو سكران ما تسوقش، ما تبقاش ابن. وارجوكي كفايه بقى صلاتي سانتا قوي كده، ما تبقيش سافله مبتذله. ويا ريت النيو ييرز ريزوليوشنز بتاعتك تبقى منطقيه، يعني ما يبقاش حالتك مش احسن حاجه وتقول انا السنه الجايه اقدر السنه في دبي. طبعا الطموح بقى حلو، بس خليها حاجات عشان ما تتعبش. واخيرا ارجوك لو انت شاب، كفايه الصور اللي عامله كده دي، كفايه تصوروا كده. الصور دي انتهت من 2009 مع مشوار رجال شويري. انا محمد عبد العاطي وده برنامج مع كامل الاحترام. هابي نيو يير.